القطعه ديت كده ونشوف نترجمها مع بعض. ها at the sports club، يعني ايه سبورتس كلاب؟ ها سبورتس يعني رياضي، وكلاب يعني نادي، يبقى دي النادي، النادي الرياضي، يبقى سبورتس كلاب يعني ايه؟ النادي الرياضي. ده المكان اللي بعمل فيه ايه؟ بلاي سبورت، اللي انا بلعب فيه ايه؟ رياضه. وير اي بلاي سبورت، المكان اللي بلعب فيه رياضه. بلاي سبورت يعني ايه؟ يلعب رياضه او دو سبورت، دو سبورت. تمام كده؟ We have lots of fun. يعني ايه lots of fun؟ هناك متعة كثيرة. Close the door. Lots of fun. هناك متعة كثيرة. بنستمتع هناك. خلاص كده؟ We play, we jump, we skip. أول واحدة play. Play يعني ايه؟ يلعب. يبقى نحن نلعب يعني ايه؟ We play. الثانية we jump. Jump يعني ايه؟ يقفز. ها يعني ايه؟ جامب يعني ايه؟ يقفز. وي سكيب، سكيب يعني ايه؟ ينط الحب، ينط الحب. يبقى عندي الافعال اللي خدناها هي بلاي جامب سكيب، واخر واحده وي ران يعني ايه؟ يجري. خلاص كده؟ يبقى الحاجات اللي بعملها في السبورتس كلاب ايه؟ وي بلاي، وي جامب، وي سكيب، وي ران. ها What can we do at sports club? بنعمل ايه في السبورتس كلاب؟ We play, we jump, we skip, we run. I play football. عايزة اقول انا بلعب كرة قدم هقول ايه؟ I play football. I play football. بعمل ايه بالكورة في الكورة في الفوتبول؟ كيك ولا هيت؟ ولا ثرو؟ كيك. لا ثرو دي في الباسكت بول. في الفوتبول بعمل ايه؟ I can kick the ball. I can kick the ball. يبقى في الفوتبول بعمل ايه؟ I kick the ball. طيب في التنس بعمل ايه؟ hit. برافو. I hit the ball. I hit the ball. طيب في الباسكت بول؟ throw. I throw the ball. I throw the ball. I play football. I play football. I am number 12. I am number 12 يعني أنا رقمي في الفريق 12. يعني حد الحد ال ماشي. أوكي. لو حد في الفريق رقم 11 مثلا هيقول I am number 11. حد في الفريق رقم 12 I'm number 12. يبقى لما عايز أقول الرقم بتاعي في الفريق هقول I am number. I am number وأقول الرقم. خلاص كده؟ I wear a white shirt. I wear a white shirt. Wear يعني ايه؟ يرتدي. White shirt يعني ايه؟ ها؟ White shirt يعني ايه؟ قميص ايه؟ قميص ابيض. White يعني ايه؟ ابيض. يبقى انا بلبس الايه؟ التيشيرت الايه؟ التيشيرت الابيض. And my shorts، shorts يعني الشورتس، are green. والشورتس بتاعتي لونها ايه؟ اخضر. And my shorts are green. خدوا بالكم شورتس اهي، خدت معايا اسم ولا ار؟ يبقى ماي شورتس ايه؟ اي بلاي تنس. اي بلاي تنس، بلعب كمان ايه؟ تنس. اي هاف ا راكت. التنس بيحتاج ايه؟ راكت. راكت، راكت يعني ايه؟ مضرب. اي هاف ا راكت. تو هيت، بعمل ايه في الكوره في التنس؟ اي هيت ذا بول. اي هيت ذا بول. I hit the ball hard. Hard يعني ايه؟ بقوة. بضرب الكرة جامد. I hit the ball hard. I hit the ball hard. I like to stay fit. يعني ايه like to stay fit؟ أحب أن أكون لائق بدنيا. لائق بدنيا يعني حد بيلعب رياضة كده وايه؟ وجسمه كويس. Stay fit يعني لائق ايه؟ لائق بدنيا. خلاص كده؟ يبقى يعني ايه stay fit؟ لائق بدنيا، حد جسمه حلو كده ومظبوط وبيلعب ايه؟ وبيلعب رياضه. يلا نقرا مع بعض الباسج تاني. As a sports club we have lots of fun. We play, we jump, we skip, we run. I play football. I am number 12. I wear a white shirt. And my shorts are green. I play
سكيب 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 وي رام اي بلاي فوتبول اي ام نمبر 12 اي وير اوايد شيرت اند مايز شيرت ار أركض تو هيت اي هيت ذا بول هارد اي لايك تو ستاي فيت برافو ات ريز يور فويس علي صوتك شويه لوتس اوف I am number 12. I wear a white shirt. And my shorts are green. I hit the ball hard. I like to fit.